السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء الخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك. دي الورشة 87 او 88 للشنط. زي ما احنا شايفين، احنا عملنا الشنطة دي على جزئين، وده الجزء الثالث ان شاء الله والاخير بامر الله. الجزء اللي فات احنا عملنا الغطا ده وطرزناه في الاجناب، عملنا له فستونات كده باللولي مقاس 4، وقلت لكم لو في مقاس 6 مفيش مشكلة، بس العدد هيبقى مختلف. ووريتكم ازاي تعرفوا الاعداد. تعالوا بقى، انا عملت المغناطيس في جهة، تعالوا نعمله بقى في الجهة التانية في الغطا. انا هنا حطيته في النص. في النص فين؟ يعني انا عندي العدد هنا 17، هتسيبي 8 من هنا و8 من هنا وتحطيه في النص، وتعدي 1 2، حطيناه في تالت غرزة تحت. تالت غرزة تحت هيبقى هنا، تالت غرزة تحت، وهنا هيبقى تاني غرزة. بجيب المغناطيس بتاعي كده وبتنيه على جوه قطعتين كده، بجيب قطعة الخيط محتاجة قطعتين، هثبت الخيط في المغناطيس اهو، ده الموديل الرابع لفتافيت السكر. ان شاء الله اي موديل برضو هنعمله مع بعض. هنثبت الناحية التانية. الحلقة بتاعتي وادخل فيها الطرف التاني. ابعد دول واشد الطرف ده الاول، وبعدين اعمل العقدة ادخلها جوه. بقى عندي كده طرفين من هنا خيط وطرفين من هنا خيط. هاجي في النص، انا عندي 1 2 3 4 5، بسيب 2 من هنا و2 من هنا، هشتغل على اللي في النص اللي هي التالتة. 1 2، الغرزة التانية بشتغل على الاربع خرزات بتوعها. هدخل اهو في اللولي اللي بالعرض دي، وهحط الخيط عكس عكاس، تمام. الناحية التانية نفس الطريقة في اللولي اللي قصادها، وبرضو الاتنين التانيين هحطهم عكس عكس كده اهي، واحدة من هنا التانية عاكسها كده. بقى عندي كده 2 فوق و2 تحت، هقابل بقى الخيطين ببعض واربط. بقى كده بعيد عن الخرزة مقاس 4 خالص، هنزل قابلهم باللي تحت عشان مقاس 4 دي ما تضايقنيش وانا بربط. اهو هربط بقى. خلي العقدة وخرزة فتافيت السوبر جي. ما تخليتش، ممكن تدخليها في اللولاية اللي تحت ايا كان المكان، المهم ان انتي تداري العقدة بس.
هندوه الخيط. الناحية التانية نفس الحكاية، هنزلها تحت، هقابل برضو الخيطين ببعض واربط، وبعدين اتوه الخيط. شد رابطة كده عشان تطول. تمام، هتوي الخيط بتاعي وبكده المغناطيس بتاعي تمام كده. تمام، المغناطيس بتاعنا الغطا بتاعنا كده مظبوط. عايزين بقى نشتغل اليد بتاعتنا على الغطا ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. نقطع قطعة خيط كبيرة انا عايزة اشتغلها في النص. انا عندي الغطا هنا تلاتة، يبقى انا هشتغل على تاني غرزة اللي هي في النص. هتسيبي واحدة اتنين، تمام، يعني هي في النص، واحد اتنين واحد اتنين، اتنين من بره واتنين من الجنب. تمام، هشتغل على الاربع خرزات اللي هما ايه. اول واحدة اللولي دي، تمام، وسط الخيط، وهحط فتافيت لولي فتافيت. تمام، اشتغل على الاربع خرزات اللي في الغرزة التانية. هنزل وخرز الفتافيت السكر دي عشان اعمل الغرزة التانية. هحط لولي فتافيت، بعدين الغرزة اللي عليها الدور اللي هي اللولي. هحط لولي فتافيت، اخر خرزة هشتغل عليها ده هي الفتافيت دي. واضح ان فيها عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ندخلها بالابرة، هلضم الابرة وارجع لكم. لضمت الابرة، تمام، وبعدين هتطلعي خرزة فتافيت دي. شيل بقى الإبرة ملهاش لازمة.
كده معانا 3 خرزات، فاضل لنا واحدة لولي. هشتغل برضو على 4 خرزات نفس اللي عملته. حط فتافيت لولي، فتافيت تمام. وبعدين ادخل في اللولاية التانية، هحط لولي فتافيت. هنلف التالتة، لولي فتافيت. اخر واحدة هنطلع فيها، وبعدين الفتافيت اللي فوق دي، ومعنا 3 خرزات اهم. بحط خرز لولي، هشتغل بقى نفس الحكايه، وهرجع اقول لكم انا هعمل كام سطر، لان احنا لسه مش هنعمله كله بفتافيت، لا في جزء هيبقى لولي بس، فانا هعرف كام واحده كام سطر وارجع اقول لكم عملت كام سطر ونكمل باللولي. استنوني. بصوا حبايبي انا كملت هنا، دول 4 سطور ودول 4 سطور، عملت ثبتت هنا خيط لوحده وطلعت بالاربع سطور تمام. هعمل بقى باقي اليد بتاعتي بايه؟ باللولي بس. انا واقفه على خرزه اهو، هحط 3، اتنين، تلاته، خش في الخرزة اللي عليها الدور. هشتغل على 4 خرزات اللولي كلهم لولي. ارفع لكم الكاميرا اهو تمام. انا كده في تاني غرزة هحط 2 لولي، الف ندخل في الخرزة اللي عليها الدور، وهحط 2، اخر غرزة اهي، ادخل فيها كده وبعدين اطلع الخرزة اللي بالطول واحط واحدة، معايا 3 اهو بين الخيطين واحط واحدة. هشتغل بقى باقي الصفوف
كلها لولي بس، هرجع اقول لكم عملت كام سطر ونوصل بالناحية التانية مع بعض. استنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا رجعنا من تاني. انا عملت الادوار اللولي دول 17 وهقفل بال 18. 17 سطر وهقفل بال 18. وعندي هنا 8، هنا 4 وهنا 4. تمام. قالوا بقى نقفل. يلا عايز اعرف الغرزة دي فين اللي انا واقفة عليها. بسم الله. اهي دي اللي ورا، دي الغرزة اللي ورا. تمام. همسك بقى فتلة الخيط بتاعتي كده، احط واحدة وادخل الخرزة اللي قصادها، وبعدين هحط خرزة اول غرزة. تمام. الغرزة اللي عليها الدور اهي. الخيط فوق الخرزة اللي عليها الدور، اللي في الجنب اهي تحت، خشي بالخيط فوق وتحت. يبقى معاكي برضو تلاتة، متحطش عليهم واحدة. انا هربط بقى مرتين عشان امتن الشغل. ادخل مرة وادي التانية. تمام. بعدين ادخل العقدة جوه. الخرز اللي عليه الدور فوق وتحت، كده. تمام. اخر واحده ما بتبقاش محتاجه خرز، بتبقى متكونه بس. بصوا مفتحه ازاي، لازم الف فيها كده واربط ومتن بقى اليد بتاعتي. خلاص هقابل الختين ببعض. دخلت العقدة جوه. امشي بقى بالخيط كده يمين وشمال يمين وشمال، واربطيه مرة ولا اتنين، وبعدين قصي خيطك عشان تبقي متنتي اليد بتاعتك. اللهم بارك. بصوا الشكل، شنط فتافيت السكر دي بحبها جدا بجد، قيمة كده وفخمة، وتحسي ان انتي ماسكة حاجة عليها القيمة بصراحة. هتوي الخيط بتاعي ونرجع نكمل شنطتنا. كده
كده تمام الايد بتاعتي كده خلاص. عايزه بقى اعمل القطعه اللي احنا بنعملها في الجنب اللي احنا بنحط فيها القطع المتحركه المدوره. بصوا ادي اول واحده اهي اللي في النص، طبعا 1 2 3 انا هشتغل على اللي في النص اللي هي الثانيه، بس مش اللي فوق اللي تحتيها، تاني خلاص دي هحط هشتغل باللولي بس، 2 في طرف وواحدة في طرف. بسم الله هرجع في اللي هي فيها 2 ادخل كده الحلقه بتاعتي اهو، اشتغلت كده غرزه تمام. هشتغل تاني غرزه تانيه 2 في طرف واحده في الطرف الثاني، ادي كده غرزتين تمام. هقفل بقى الغرزه الثالثه احط خرزه في طرف الخيط وبعدين ادخل في اللولاية اللي تحتها دي تمام، وبعدين هحط اللولاية وبعدين هحط كده عشان تجمديها بقى، دخل العقدة دي علشان اليد الكروس تحط فيها الحلقة بتاعتها. هربط كمان مرة عشان امتن الشغل بتاعي. ندخل العقدة جوه بس توهي بقى الخيط بتاعك وكده تمام. بتاعتنا فين اهي، بسم الله اهي دي القطعه اللي بتتفتح وبتتقفل، سهل الفتح والقفل اهي، هندخلها تدخليها كده، عايزه تدخليها كده زي ما انت عايزه كده تمام. زي ما احنا شايفين عملنا الجنبين. تعالوا بقى اوريكم ازاي اليد الكروس هتيجي معاكم كم غرزه كده عشان ابينها لكم، مع ان هي معمول لها يعني الغرزه السداسيه عامه معمول لها فيديو لوحده هتلاقيه عندك في صندوق الوصف مع الكورس. بس يعني اللي عايزين
احط فتافيت السكر امتى يا طنط، واحط اللولي امتى؟ حاضر هبين لكم التقسيمه ازاي. ثانيه واحده، هاي الحلقات اللي احنا بنشتغل عليها الجنشات، هناخد واحده كده وندخل طرف الخيط من تحت جواها كده ونوسطنا، تمام؟ وبعدين طرفين الخيط على بعض الاتنين اهو، هقوم واخده واحده فتافيت السكر ومدخلاها في طرفين الخيط زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ بعد كده افتح طرفين الخيط كده، وهحط بقى لولي اتنين في طرف ومع الاتنين دول واحدة فتافيت، تمام؟ يبقى انا حطيت في طرف تلاتة، اتنين لولي وواحدة فتافيت، تمام؟ والناحية التانية هحط اتنين لولي كده. دي اول غرزة، تعالى نعمل غرزة كمان. اتنين لولي واحدة فتافيت، ادخل كده جوه الحلقة واحط الناحية التانية اتنين لولي ليهم جوه الحلقة اللي انت عاملاها، واربطي. ادي الغرزة الثلاثية اللي انت بتشتغلي، بتفضلي بقى تشتغلي لغاية ما تعملي الطول المطلوب. طب انت يا طنط هناء بتعملي الطول المطلوب كام؟ بعمله 60 غرزة، 60 غرزة ثلاثية. طيب ايه الاحسن؟ الاحسن ان انت مثلا عملتي قطعتي خيط كبير مثلا 4 متر ولا حاجة، واشتغلتي طوله معاكي 40 غرزة مثلا، تمام؟ هاتي الطرف التاني بتاع الجنش وابتدي منه وكملي 19 ووصلي الجزئين ببعض، ولفي بالخيط كتير في اليد وربطي كتير عشان اليد تبقى متينة، لان اليد هي اللي واخدة تقل الشنطة كله على الكتاف، فلازم تكون متينة. خلي اللي يشتري منك حاجة يدعيلك ما يدعيش عليك، فهماني؟ ربنا يوفقكم يا رب كلكم. انا هكمل بقى الستين غرزة وارجع اوريها لكم. اللهم بارك. خلصنا هي اليد ثلاثية، شكلها بيبقى تحفة، وبعدين حلاوتها ان هي عريضة، فالشنطة بتبقى يعني اللي لابساها بتبقى مستريحة على كتفها، ما بتبقاش تعبيها، تمام؟ طبعا اهي الجنش بتاعك تعلقيه في الحلقة اللي بتتفتح وبتتقفل دي، زي ما قلت لكم 60 غرزة. طب الرباعية طنط هناء كم غرزة؟ 100 يا قمر. الرباعية 100 والسداسية 60، تمام؟ يلا اتمنى الوشة بقى تكون عجبتكم، تكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسونيش بقى باللايك وبالتعليق الحلو منكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في ورش جايه كتير. لسه في موديلات تانية لفتافيت السكر، ما تقلقوش، مش هخلي موديل تبعتوه بامر الله من غير ما نعمله ان شاء الله. دايما عند حسن ظنكم، ودايما يا رب كده وبالتوفيق في مشروعكم، وان شاء الله يا رب يبقى مشروع ناجح. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.